السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخواني المتابعين. عندنا اليوم إن شاء الله الجزء الثالث في طريق رحلتنا في تعلم الجيجينج. اليوم إن شاء الله راح أتكلم على موضوع القصبات الصيد. بل خلاص إحنا تعلمنا إيش معنى أوفرهيد، تعلمنا إيش هو السلو جيجينج، تعلمنا إيش هو الفاست جيجينج. فاليوم إن شاء الله راح أتكلم على قصبتين، وهي القصبتين هذه اللي أنا أستخدمهم. في قصبة ثالثة لكن ما هي متوفرة في الصيانة. لما نيجي نتكلم على قصبات الصيد، قصبات الصيد بالنسبة للجيجينج لازم أنا أكون مراعي أشياء معينة. زي ما في الماكينة الصيد إحنا كنا نقرأ الأرقام ونفهم إيش معنى هذه الأرقام، نفس الطريقة بالنسبة للقصبات الصيد راح ننتبه أول حاجة للجرامات، عدد الجرامات اللي بالنسبة للجيجات. إحنا تكلمنا عن الجيجات انه في جقة مقاسها 200 جرام، في جقة مقاسها 250 جرام، وفي جقات مقاسها مثلا 300 جرام 350 الى اخره. فكل قصبة صيد تتحمل مقاس معين من الجقات، كذلك تتحمل نوع ورقم معين من الخيط. يعني مثلا انا استخدم PE1 او PE3 او مسموح لي مثلا من PE1 الى PE3. أكثر من كذا لو أنا زودت على الأرقام اللي موجودة في قصبات الماكينة ممكن إنه القصبة حقتي تنكسر، يعني ما تزود وتطلع مثلا الماكينة القصبة حقتك مثلا زي القصبة هذه. أكثر شيء تأخذه P3، ما ينفع إنه أنا أجي أركب عليها P4 ولا P5 وتكون مثلا كمان الماكينة قوية. إذا الماكينة قوية وصار الحمل كله على القصبة هذه ما راح تتحمل، يعني مقاسها PE4 أو PE5 راح تنكسر القصبة هذه. نفس الطريقة الجقات إذا كانت أكبر من المقاس اللي مكتوب على القصبة، يعني مثلا القصبة ماكسيمم يعني أعلى شيء فيها القصبة هذه تأخذ مثلا 350 جرام، لو أنا ركبت مثلا 400 جرام أو 450 جرام ممكن تنكسر، فهذا شيء راح تنتبه له. بالنسبة لي أنا أستخدم نوعين من القصبات اللي موجودة عندي، اللي هي قصبة البلاك هول. طبعا انعدمت مرة صراحة، يعني ما زالت شغالة، عانيت بس في شوية أشياء كانت بسبب سوء الصيانة من عندي. أنا ما كنت صراحة يعني بهتم فيها صراحة مرة كثير، أحيانا أسيبها في البوت وأمشي. فالرنجات اللي موجودة هنا اللي هي الحلقات هذه كانت تنكسر، بتعدم من الملح، وهذا خطأ مني أنا صراحة بس غيرتها. غير كذا قصبة ما شاء الله تبارك الله ممتازة، برضو قد انكسرت مرة علي من قدام من هنا وغيرناها الحمد لله ومرة طيبة. هذا بالنسبة لقصبة السلو جيجينج. نيجي للجزء الثاني اللي موجود عندنا هنا اللي هي قصبة الفاست جيجينج، ونفس الكلام اللي احنا تكلمنا عنه أول، انه كل قصبة سواء كانت فاست أو سلو لها عدد معين من الجرامات للجيجات، لها عدد معين بالنسبة للخيط اللي حيتركب اللي هو خيط الحرير، لازم تتحمل من الخيط هذا إلى الخيط هذا، لو كان أقوى تنكسر. بالنسبة للفاست جيجينج أنا صراحة جربت القصبة هذه اللي هي هاوك ال، ودائما في حروف حتكون في القصبات زي حرف ال في هاوك، هذا معناته لايت. يعني ايش لايت؟ يعني خفيف. هذه الماكس حقها 200 جرام، صراحة قصبة جدا ممتازة، خفيفة خفيفة جدا. حاجة بتكلم عنها اللي هي موضوع خفة الوزن في العدة، كل ما كانت عدتك وزنها معقول راح تشتغل فيها الوقت أطول في الرحلة، ما راح تتعب. بعض الشباب يطلعون معايا رحلات يعني بيشتغل ممكن نص ساعة ربع ساعة وتلقاه تعبان، ايش المشكلة؟ انه يعني بيشيل معاه عدة مرة ثقيلة متعبة مجهدة، فتلقاه طول الوقت خلاص ما يقدر يشتغل. لا، انت خذ عدة كويسة حلوة وزنها خفيف تجمل معاك في الاشياء اللي موجودة في البحر الاحمر، يعني الاوزان حقتنا خلاص انتهينا. يعني انا ما اشوف انه في داعي ابدا للمبالغة، انه انا ما اخذ ماكينة مرة كبيرة واخذ قصبة جدا قوية، حتى 350 اشوف انه مرة كثير في بحرنا. ماكس 250 بالنسبة للسلو مرة مرة ممتاز. بالنسبة للفاست جيجينج اشوف انك ما تطلع عن 200 جرام، وجهة نظري. في ناس تبغى تطلع عن 200 جرام براحته، بس انا بالنسبة لي اخذ جقة طويلة الاكشن حقها فاست نزولها سريع، وما اوصل اصلا 200 جرام. نادرا اروح 200 جرام الا اذا كان مرة التيار قوي، و200 جرام مرة متعبة في الفاست جيجينج، الاكشن حقها راح يتعبك. فعشان كذا انت في الفاست جيجينج ما تحتاج انه انت تاخذ قصبة يعني فيها اكثر من 200 جرام صراحة. هذه الماكس حقها يعني اعلى شيء فيها 200 جرام، ممتازة جدا وزنها خفيف ما شاء الله. هذه قصبة الهاوك اللي هي ال.
حاجة برضو من الأشياء اللي صراحة أنا يعني أحبها في القصبة هذه اللي هو يعني صراحة طولها ما هي مرة طويلة. ابعد عن القصبات اللي مرة طويلة في الجينج صراحة راح تتعبك، أنا ما أرتاح فيها، أحب القصبات الصغيرة صراحة اللي طولها معقول. هذه تقريبا 5.3، طبعا كل شيء مكتوب الآن هنا، كل حاجة موجودة 5.3. حتى الدراج 12، شوف 12 كيلو الدراج حقها، شوف الجرامات 200 جرام ماكسيمم. فكل المعلومات راح تحصلها في القصبة هذه. فلما تيجي تشتري قصبة يعني تنتبه في موضوع الجرامات، تنتبه في موضوع الخيط، كم حيتحمل خيط، هل هي اصلا قصبة جينج ولا قصبة كاست. ايش الفرق الان بين قصبات الاوفر هيد وقصبات السبيني؟ بالنسبة لقصبات الاوفر هيد اللي هي القصبة هذه، مكاين الاوفر هيد زي ما انتم شايفين الان القصبة قدامكم، شايفين الحلقات جاية على فوق، يعني انا لما اجي ابغى اصيد شايفين الحلقة هذه على فوق، فلما ينزل الخيط ينزل من الماكينة من فوق، وحتتركب الماكينة من هنا، تمام. هذا بالنسبة للأوفر هيد. أما بالنسبة لمكاين السبينينج، شوف كيف القصب عندي، هذه هي، شوف الحلقات هنا، هذه الحلقات من تحت، يعني الماكينة حتقوم من هنا من تحت. هذا بالنسبة للسبينينج، الماكينة من هنا وهذا الخيط حيعدي من هنا وينزل من تحت. هذا الفرق بين قصبات الأوفر هيد قصبات الفاست جيجينج. دائما اذا بتختار تشتري قصبة اختار في حاجة معينة، طالع في الارقام اللي موجودة في القصبة. طيب اخر حاجة حاب اتكلم عنها اللي هي انت لما تشتري قصبة جيجينج، انا وريتك الاشياء اللي انا استخدمها، مو شرط ان انت تاخذ زيها، لا ابدا. الخيارات اللي موجودة في السوق والله مرة كثيرة، مرة مليانة، انت تختار الشيء حسب الميزانية اللي موجودة عندك. بالنسبة للقصبات ابغاك تنتبه الى 3 اشياء. اول حاجة تنتبه لقوة القصبة، كم دراج حتشيل، بعض القصبات مكتوبة بعضها لا، اذا كانت مكتوبة خير وبركة، اذا ما هي مكتوبة تروح للحاجة اللي بعدها اللي هي مقاس الحرير. مقاس الخيط الحريري اللي موجود عندك تنتبه له، اللي هو PE3 PE1 PE2، شوف اكبر شيء موجود عندك هل هو يمشي مع الماكينة اللي انت ماخذها عليه ولا لا، عشان كذا ايش نكون حنا واضحين من البداية. هذا بالنسبة للخيط. والشيء الثالث اللي هو تنتبه لموضوع الجرامات في الجيجات، لا تاخذ قصبات صراحة فوق 400 جرام، يعني وزن الجيجات فيها والله انا اشوف ما في فايدة منها صراحة، يعني ما انت محتاجها ابدا صراحة، يعني خصوصا في بحرنا هنا في البحر الاحمر الاسماك اللي موجودة في الغزير، يعني مثلا زي سمكة ببصير، هذا موجود في 180 متر، موجود 200 متر، موجود 300 متر. طيب انا ممكن اصيد ب 180 و200 متر نفس السمكه هذه، ليش اروح 300 متر؟ ما اشوف اي داعي انه انت تاخذ يعني اوزان مره عاليه، قد ما ايش كان قوه المد راح تتعبك صراحه اوزان الجرامات، اللي انت تحتاجه 250 ماكسيمم، انا اشوف مره كفايه صراحه، اكثر من كذا راح يكون جدا متعب عليك. كذا بالنسبه لصيد الجيجينج، طريقه اختيار الماكينه، طريقه تعلمك للجيجينج، تقريبا احنا غطينا اغلب الاشياء اللي موجوده عندنا، ان شاء الله انه قدمنا فائده في هذه السلسله. لو في اي سؤال او استفسار خلوه عندنا في التعليقات، لا تنسونا من دعمكم، يعطيكم العافيه، نشوفكم ان شاء الله على خير، في امان الله، مع السلامه.